فوالا وي سوا خملي مكنت مصالح الشرطة الأمن دائرة وتليلات من إطاحة بشبكة إجرامية مختصة في الاتجار غير شرعي بالمخدرات متكونة من رعاية أفارقة سبع أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و 27 سنة مع حز كمية من الكيف المعالج تفوق 41 كيلوغرام من مادة الكيف المعالج. هذه العملية جاءت استغلال لمعلومات واردة إلى ذات المصالح والتي مفادها قيام أحد الرعاية بنقل كمية من المخدرات مستعملا وسيلة نقل عمومي من أجل تضليل مصالح الأمن. وبعد وضع خطة محكمة تم توقيفه على مستوى محطة القطار في حالة تلبس وبحوزته كمية من الكيف المعالج تقدر بخمسة كيلوغرام. مواصلة للتحريات وبموجب إذن بتمديد الاختصاص الصادر عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران الرامي إلى الإطاحة بباقي أفراد الشبكة تم توقيفهم على مستوى مناطق متعددة من إقليم ولاية وهران. بعد التحريات المعمقة تبين أن هناك كمية من المخدرات مخبأة بأحد المساكن بأحد الولايات المجاورة بموجب إذن بتمديد اختصاص تم حجز واسترجاع ما يقدر ب 36 كيلوغرام من مادة الكيف المعالج. المتورطون الضالعون في هذه القضية تم تحرير إجراء قضائي ضدهم سيحالون بموجبه أمام العدالة.